تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، تبقى بضع دقائق قبل آذان المغرب، وسنغتنم هذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معاً كيفية صلاة المغرب. كيفية صلاة المغرب؟ لاداء الصلاه سنحتاج الى سجاده ومعرفه اتجاه القبله انه اذان المغرب هيا نجهز انفسنا لنتعلم كيفيه الصلاه بعد الوضوء نستقبل القبله ونقيم الصلاه كالاتي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ننوي الصلاه ثم نكبر تكبيره الاحرام الله أكبر! نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سرا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم نقرا ما تيسر من القران وفي هذه الركعه ساقرا سوره الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بعدها نكبر ونركع كالاتي الله اكبر نقول اثناء الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله اكبر ونقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر نرفع من السجود ونقول ربي اغفر لي ثلاث مرات الله اكبر نسجد مره ثانيه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر لقد انهينا الركعه الاولى هيا نكرر نفس الخطوات في الركعه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم نقرا ما تيسر من القران وفي هذه الركعه ساقرا سوره الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بعدها نكبر ونركع كالاتي الله اكبر نقول اثناء الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله اكبر ونقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر نرفع من السجود ونقول ربي اغفر لي ثلاث مرات الله اكبر نسجد مره ثانيه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر ثم نقرا التشهد الاول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر لقد انهينا الركعه الثانيه فالركعه الثالثه والاخيره نقرا سوره الفاتحه سرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بعدها نكبر ونركع كالاتي الله اكبر نقول اثناء الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نكبر ونسجد الله اكبر ونقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله أكبر، نرفع من السجود ونقول ربي اغفر لي ثلاث مرات، الله أكبر، نسجد مرة ثانية، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، نقرأ التشهد الأول والأخير، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم نسلم. السلام عليكم ورحمة الله، على اليمين أولاً. السلام عليكم ورحمة الله، ثم على اليسار. لقد تعلمنا معاً كيفية الصلاة. لا تنسوا نشر المقطع لتعم الفائدة. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب. الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دمتم في رعايه الله وحفظه